الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي في ايجلسن فيت كلينك في كندا، في اوتوا، صح كده؟ وجينا نسال الدكاتره 3 اسئله: في شغل بعد النيفلي ولا لا؟ ممكن تيجي من مصر او من بره كندا بعد النيفلي ولا لا؟ وهنسال الدكاتره اللي موجودين هنا هم وظيفتهم ايه وشغالين ايه والكلام ده، وعندهم خبره قبل ما يجوا سمول انيمال ولا لازم يكون عندك خبره ولا لا؟ هنشوف كده مين معانا، وكل دكتور يعرف نفسه يقول لنا ايه النظام. صباح أنا الخير. صباح الفل. أعرف ناس كده. أنا بوليس ماهر فيترينيريان هنا في ايجلسون فيترينري كلينك في أوتوا. تمام. في شغل بعد النافلي؟ في يعني. في طبعا. يعني أنت شغل بعد مخلص نيفلي النافلي. بس ولا ما خلص أنا نيفلي؟ مخلص نيفلي بس. تمام. وأنا في مصر. تمام. وطلعت بعد كده ريستريكتد لايسنس. تمام. تمام. وكان وجيت معاك هجرة ولا جيت بالنيفلي بس؟ على ورك بيرميت. ورك بيرميت بالنيفلي لا بس. بالنيفلي بس. تمام. كان عندك خبرة سمول انيمال قبل ما تيجي؟ لا خالص خالص. كنت شغال خالص فيترينيريان وانا في مصر. ممتاز. ما كانش ليا اي خبرة. والدنيا ايه، دوبل يعني ولا مستحيلة؟ طبعا. طيب تنصح الناس ايه يعني؟ هيعملوا ولا هيضحك عليهم؟ شغال في مصر. شغال دعاية. ممتاز ممتاز. شكرا. بطري ولا بشري؟ بشري. بشري. ملوش اي علاقة بالبطري. تمام. يعني والدنيا دوبل يعني. وشفت الشغل هنا بقالك قد ايه في كندا؟ ليه شهرين دلوقتي. شهرين. تمام، بالتوفيق يا دكتور. اللي بعده. لا، هو بولس بيمسك حالات دلوقتي لوحده يعني. ممتاز. بقى له اكتر من شهر ماسك حالات وانا بتعلم منه. ممتاز ممتاز. اتفضل يا باشا. السلام عليكم. اسمي معاذ رضوان. معاذ ايه؟ معاذ رضوان. ماشي خلاص. معلش دقيقة واحدة دكتور بولس، انت دفعة كام وكلية ايه؟ 2010 بتر اسيو. ممتاز. اللي بعد. مش لازم تجاوب انت. دكتوره اتفضل يا باشا. دفعه 2016. ايوه. القاهره. ايوه. بنت المعز. بنت المعز. بنت اللذينه. انا الحمد لله يعني خلصت النافلي في مصر يعني، بس انا جاي اكسبرس انتري. يعني انت ما جيتش على ورك بيرميت، انت اصلا كنت جاي اكسبرس انتري. تمام. فجيت هنا وبس يعني. وشغال دكتور برضه. يعني وبعد الـ بعد الـ بعد النيفلي برضه شغال دكتور. بعد النيفلي. يعني بس فكره الجيسبرودنس والحته اللي هي بتاعت يعني اتس ا ماتر اوف تايم. بالظبط. طب وعندك خبره؟ انا خلاص النهارده اخدت اللايسنس النهارده. مبروك. الله اكبر. بات رسمي. طب عندك خبره قبل ما تيجي في الاسماء؟ يعني هو انا كنت نزلت في على خفيف يعني، بس الفكره ان هو يعني موضوع شويه مختلف عن هنا يعني. تمام. الدنيا مختلفه تماما يعني. تمام. لكن انا كنت باتس يعني، بس الموضوع مختلف خالص. مختلف يعني، بس يعني بتتعلم الحمد لله. لا طبعا. ما هنا بقى الفيزا الدنيا منوره يعني، يعني من الليفل اللي انت فيه هتطلع لليفل الوحش. بالظبط. طيب. ان شاء الله. دكتوره. هاي مريم يعود. هنا في الشغل في ايجلسن بقالي اقل من شهرين. تمام. وانا جيت كندا اكسبرس انتري، هجره برضو من 5 سنين. تمام. وكنت شغاله في فود سيفتي في مصر وفي كندا، وبعدين حد ابن حلال قال لي ذاكري، عارفين مين اللي ورا الكاميرا وهتعرفي تعملي امتحانات. خلصتي في قد ايه؟ ما شاء الله اختي. ده البيزك بتاعي كان في شهر واحد، وانا سبت الشغل في شهر يوم 25. يعني سبت الشغل عشان تذاكري؟ يس، زي ما دكتور عبد اللطيف. تمام. سبت الشغل يوم 25/11، دخلت البيزك يوم 13/1، طلعت النتيجه 26/1. تمام. قلت له احجز النافلي، قال لي احجزي. قلت له شهر 4. قال لي شهر 4. دخلت 4. ما شاء الله نجحتي. ما شاء الله. بس ده كل ده 23 2023. 11 2022 وبعدين. تمام. واحد الامتحان 2023. ممتاز ما شاء الله. 2023. واللايسنس بتاعتك وصلت النهارده. يس. مبروك. مبروك مبروك. وشغاله سمول انيمال؟ ما كانش عندك سمول انيمال خالص اكسبيرينس. سمول انيمال ولا لارج انيمال؟ تمام. وانا يعني مخرجه. هو تعرف القط من الكلب. تمام. مخرجه 2014 وما تمام. وما كنتش بحضر حتى حاجه في الكليه. تمام. بدع كافيتيريا في تفينا. برضه. ما شاء الله. بس تمام. فلا والناس بتصبر يعني على الواحد ان هو يتعلم، ودي حاجه ممتاز. كويسه. ولما تلاقي مكان كويس الانفايرمنت بيبقى حلو. ممتاز ممتاز ممتاز. فيري جود الرمادي. احنا هنا في سمول انيمال كلينك اهو، عشان بس ما حدش يقول ان الرمادي ده بتاع اللارج. هو نفس الرمادي. هو اتفضل يا باشا. احمد الرمادي، 2006، جامعه القاهره. من ساعه ما اتخرجت شغلت دايري بس. حلاب. حلاب في مصر. لبن بقى وقشطه وزبادي. هنا في كندا جيت هنا شغل حلاب برضه. وبعد كده يعني اشتغلت على المعادله وخلصت، خدت النافلي، وربنا كرمني هنا بدكتور رياض، اقنعني ان انا اشفت كارير كارير شيفت واجي للسمول انيمال، وشغال دلوقتي هنا ايمرجنسي في ايجلسون. تمام تمام ما شاء الله. يعني ما كانش عندك سمول انيمال اكسبيرينس قبل كده خالص ومعدي النافلي. انت جيت هنا اصلا ورك بيرميت ولا انت اصلا معاك القمه؟ انا جاي ورك بيرميت بس على الديري. على الديري. تمام. وبعد كده
خدت يعني وبعد كده اخدت البيرمنت فيزا. تمام. وبعدين في نفس الوقت تمام. طب والدكتوره مريم كان معاكي، انت اصلا معاكي البيرمنت فيزا من زمان صح كده؟ يعني ما فيش حد هنا جاي على ورك بيرمنت غير الدكتور بولس، وفي دكاتره تانيين هنا في العياده في اربعه تانيين مش هنقول على اساميهم بقى. لا 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 هنهدد ان احنا نقول على اساميهم صح. هو واحد 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 جاي كمان في الطريق. ماشي هنشوف بقى. تقريبا حوالي 10 ريستريكت لايسنس. 10 ريستريكت لايسنس. تمام. لكن بس الفكره ان في ناس جت بعد البيرميت بعد النيفلي بس. ايوه. في ناس معاهم سمول انيمال اكسبيرينس وفي ناس معاهمش وكل ده جم الحمد لله. يعني بورك بيرميت. الورك بيرميت بيطلع من السفاره الكنديه في مصر في القاهره صح كده؟ واتاخد معاك قد ايه تقريبا عشان يطلع؟ شهرين تقريبا. شهرين بس كان الدكتور هنا عامل شغل قبليها. الدكتور في كندا هنا عامل شغل قبليها. من اول عمل شغل كذا شهر مثلا وبعد كده بعت لك. بعد ما بعت لك عملت انت ورقك اخذ شهرين وجالك ورك بيرمنت جيت هنا. تمام. اما بتيجي بقى هنا معلش عشان ورك بيرمنت ده جديد يعني اما بتيجي هنا ممكن تيجي تجيب معاك زوجتك اولادك والدنيا كلها. ممكن طبعا ممكن تمام. تجيبهم على طول بنفس الابلكيشن او ممكن انت تجيبهم بعدي اول بعد كده هم. تمام تمام. لهم كل نفس لهم نفس الحقوق بيدخلوا مدارس بياخدوا هيلث انشورنس كل حاجه زيك. تمام. انت جاي على ورك بيرميت زيك زي البي ار. طب في ناس دلوقتي بتقول ان ما يعني ما يعني في ناس بيقولوا لا مش هتلاقي شغل او خلاص المعادله كلها مش هتلاقي شغل. لا طبعا. ولو انت خلصت انت ما تقف جنب بعض كده مع مؤلف يعني عشان بس ما تدوخنيش كده. يعني في شغل. طب الاول السؤال الاول لو انت مخلص المعادله كلها how easy to find a job؟ من امبارح. ممتاز خلاص. لو انت مخلص النيفلي لو انت عندك لارج سمول انيمال اكسبيرينس من امبارح برضه من امبارح. تمام. ما عندكش سمول انيمال اكسبيرينس من النهارده لان في ناس تمام ده منا كتير شغالين. في ناس ده منا هنا بتشتغل في مستشفيات ثانيه في اوتوا غير عند الدكتور عايد غير ايجلسون. في ناس في مدن ثانيه وفي ناس في امريكا برضه. اوكي. بتتجه للريسيرش لاسس لان في شورتج كبير. تمام. كان في كلاينت جاي لنا هنا من اسبوع بيقول مش الفيت بتاعهم عنده ويتنج تايم سنتين. والله سنتين. واو. هو اللي انا شفته فعلا ان انت لو انت عندك سمول انيمال اكسبيرينس و يعني احنا شفنا ناس هنا جايين من امريكا يعني تمام. طبعا هو انت لو مخلص الفول لايسنس ده بيس اوف كيك هتتخطف هتتسرق هتتخطف. تمام. لو انت معاك السي بي اي وكل حاجه لكن لو معاك نيفلي بس ممكن ستيل ممكن بس ممكن يبقى الموضوع سيلكتيف شويه بالنسبه للمستشفيات يقدروا يختاروا ده بدل ده او كذا. بس على فكره مش شرط ان انت تكون عندك سمايل اكسبيرينس ومش شرط ان انت تكون متشوش بولس. تمام. ما شاء الله ما شاء الله. الحاجه المهمه اعتقد عشان الناس ما تبقاش فاكره ان احنا يعني الدنيا وردي. تمام. بس there is a little effort الناس محتاجه تعمله في النتوركينج. تمام. زي اي شغل في العالم مش بس الطب البطريقي. تمام. هنا اي حد هيجي. تمام. حتى انا لما جيت وقت قبل كده. تمام. تعرف تدور ازاي وتبقى خليني اقولها سيف. لو انا قلت سيف ان انا اقول ان انت التارجت بتاعك الاساسي ان انت تخلص كل المعادله وده ان شاء الله باذن الله جارانتي سفر وشغل وفيزا ورك بيرميت سواء في امريكا او في كندا. لو انت في مصر لو انت ان انت تخلص النيفل. تمام. لو انت موجود هنا يبقى فوكس بقى ان انت تخلص لحد الاخر. تمام. بس انا قصدي ان انت عشان بس في ناس بيقولوا طب اضمن من ان اشتغل او اضمن من ان لما اخلصه وما الاقيش شغل. فخلينا نتكلم ان الطبيعي انت لو خلصت كله ان شاء الله الشغل تمام ويجي لك فيزا وحتى لو قاعد في الهند في مصر في السعوديه في اي حاجه هتشتغل. تمام. لكن لو انت عشان تشتغل بالنيفلي بس الفرص موجودة بس مش بنفس قوة اللي بعد كده. ومحتاج كله هيتوصل بس الدنيا يعني الناس ما تفتكرش انه انت هتخلص امتحان بكرة وهتلاقي. تمام. بس انت ستيل محتاج نتوركينج. نتوركينج. تمام. بس اللي اقدر اضيفه عليك يا دكتورة لو ما خلصها كله لا انت فعلا بتخطفي ليترلي لو ما خلص كله بالسي بي اي بس عشان تشتغل طب انت دلوقتي لو عايز تبدا تعمل ايه؟ تشتغل تجهز معادلتك تبدا نيفلي وتقوي شويه السمول انيمالز بتوعك شويه الخبره بتوعك تجهز في الانجليزي بتاعك يبقى قوي في الانجليزي. دكتور لطيف. مين ده لطيف؟ اي حد بيسالني كله بيذاكر قبل ينزل الدرب. تمام. ممتاز ممتاز ممتاز. بس لما تخلص النيفلي اولا هيفيدك في المذاكره. تمام. لما تخلص واقف على رجليك. تمام. عارف تقف على حالك. تمام. تمام تمام. والفيديوهات الموجوده الحمد لله يعني فيها اختصار الدنيا كلها. والله تمام. تمام 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 تمام. ايه تاني؟ نقول لهم حاجه ثانيه؟ بالتوفيق. حد
الناس تمام. اللي داز ذا باص ستوب هير ايوه الناس فكرت من الناس لما تيجي من مصر والناس كتير تنجح انها تاخد محدش بيروح لزحمه يعني لو جم 300 400 500 10 100 دكتور صحرا يا جماعه احنا تمام هنا الدنيا في مشكله في الشفتات تمام 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 مفيش حد ياخد حد الناس كلها تشتغل وتذاكر وان شاء الله كله يشتغل تمام تمام خير خير ماشي متشكرين جدا دكاتره وان شاء الله نشوفكم تاني باذن الله بكل خير وكون نجحتوا نيفلي توري نيفلي ايه السي بي اي السي بي اي شهر 10 صح مين تاني السي بي اي بتاعه في نصر شهر اوكي هنا في نفس المدينه في مصريين تانيين غير غير العياده هنا صح طبعا في من غير في في ناس يعني في كذا حد صح تمام في ناس منهم جايين على ورك بيرميت اللي جاي هنا لا هو جاي بي ار تمام بس في ناس تانية برضو رايحين على اتش 1 فيزا في امريكا تمام ناس صحابي رايحين و ورك بيرميت تمام ماشي شكرا جزيلا دكاتره اشوفكم على خير السلام عليكم